اللي بيدوس. إذن برنامج جديد متتبعي قناة شوف تي في بعد نهاية المباراة اللي جمعت فريق الوداد البيضاوي وكذلك الأهلي المصري برسم نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، واللي انتهت المباراة بتفوق الأهلي المصري بهدفين لهدف واحد لفريق الوداد البيضاوي. يعني المباراة ديال الذهاب في انتظار المباراة ديال الإياب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وطلع في الحضور ديال الجماهيري اللي هديسان بطبيعة حال فريق الوداد، خصوصا أنه الهدف اللي سجله فريق الوداد غادي ينعش شويه الحظوظ ديال فريق الوداد انه يقدر انه يحقق هذا اللقب للمره الثانيه امام فريق عنيد اللي هو فريق الاهلي. فغادي نخليو دائما مشكور يعني للاطار الوطني لحمزه الجوهري، يعني اللي شوف القراءه يعني بان تحرك فريق الوداد في الشوط ديال الاول ماشي هو فريق الوداد ديال الشوط الثاني، يعني تحرر شي شويه تحرر اللاعبين ديال الوداد، كان دفاع الوصول الى المرمى ديال الاهلي. يعني كيفاش نشوف القراءة ديالك سي حمزة؟ وصحيح بالنسبه للشوط الثاني ديال المقابله شفنا وجه اخر ديال فريق الوداد البيضاوي، خصوصا بعد تسجيل الهدف الثاني اللي خلى اللاعبين ديال الوداد يلعبوا لو تو بوغ لو تو كي تنقولوا، ويقلبوا على ذاك الهدف، لان ذاك الهدف كانوا تعرفوا بانه كيعني لهم الشيء الكثير. هدف في خارج الميدان اللي كيسوى اللي باقي كي قلنا المسابقات الافريقيه كيسوى فيها عنده افضليه. صحيح كاين واحد المعلومه غلطه متداوله كيقولوا بعض الناس، راه الهدف على برا كيتحسب بجوج بجوج وما كيتحسبش بجوج، الهدف خارج الميدان كيعطيك افضليه، ملي كيولي ولي زيكيب بجوج اون اكزيكو اللي تيكون مسجل الاهداف خارج الميدان كتعطي افضليه على الاخر، والشيء اللي تاثر فريق الوداد البيضاوي اللي ضمنيا هدف لصفر في مقابله العوده غادي تعطيه الكاس. القراءه في الشوط الثاني ولاعبين الوداد كي قلنا بقاو في ديك لا سيرينيتا ديالهم وبقاو كيقلبوا تا سجلوا الهدف اللي كي قلنا غادي يوزن كثير بالنسبه لهذه المقابله اللي كي قلنا راه هي الشوط الاول ديال هذا التقاده. دابا باقي كاين الشوط الثاني في المركب محمد الخامس، معطيات اخرى بمسائل اخرى اللي غادي نعرفوا الدعم الكبير ديال فريق المغاربه الان اولا والجماهير الوداديه خاصه المقابله بهذا الهدف اللي سجلوه. نقدروا نقولوا انه ضمنيا غادي تكون مقابله احسن ممكن تكون كانوا جاو لاعبين الاهلي متقدمين بهدفين، لان كانوا الوداد غادي خصهم يقلبوا ايرومونتي وجوج اهداف. الان هدف واحد لصفر كيعطي اوتوماتيكمون لا كوب لفريق الوداد، وهذا الشيء هو اللي كنتمناه ان شاء الله. نعم، عند كما تحدثنا يعني في ما بين الشوطين قلنا بانه دخول اوناجم هذه خلق الافضليه للفريق الوداد، وفعلا يعني فاش دخل اوناجم شفنا انه العملود تحرر شي شويه. قلت لكم راه العملود هو مناش غادي يجي الهدف، وفعلا جا لانه شفنا لا فورم كبيره اللي عند العملود، الهدف اللي سجل في نصف النهايه والقتاليه ديالو، وكنعرفوا انه لاعب سريع ولاعب اللي تقنيا كيقدر يدير الفرق رغم انه غير دغوا. شفنا لا بينيتراسيون ديالو هذيك الدخله ديالو وديك لا باس اون روتري هي اللي عطات الهدف، لانه كي قلتي الدخول ديال اوناجم خلى علي معلول يبقى ما يبقاش يطلع، بالتالي انه العملود ولا كيلعب بواحد الاريحيه وخلى كي تنقولوا في لو بوكس تو بوكس اوناجم يبقى مع معلول، وحددت من ولات الخطوره ديال الشحات محدوده واللي خرجوا المدرب وكان اغاسي لانه ما انتظرش انه المدرب يخرجوا لا 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 الشحات اللي خرجوا المدرب وما عجبوش الحال، لانه واحد الوقيته هذيك الجهه تسدات، لانه ولا كي قلنا معلول كيدير حساب الاوناجم ولا العملود كيلقى راسو هو اوناجم جوج ضد معلول، وملي جات منها الهدف لي شونجمون ديال المدرب نقدروا نقولوا الى حد ما توفق فيهم، لانه اللاعب اللي جا من البنك الاحتياط بوهرا هو اللي سجل
ضمنيا المدرب توفق في القراءه في الشوط الثاني ديال المقابله اللي عطاتو هذا الهدف اللي كي قلنا غادي يعطي الحظوظ كبيره لفريق الوداد البيضاوي باش يتوج باللقب. شريطات له اللاعبين ديال الوداد في التركيز في ماتش روتور، لانه لا قدر الله اي هدف غادي يبعث الاوراق اكثر على فريق الوداد البيضاوي. نعم، يعني النقطه اللي ربما انتبه لها الاغلبيه اللي شاهدوا المباراه ديال الوداد والاهلي انه الغياب الكامل الدوجي واللي اعطى اخطاء كثيره للفريق الاهلي، يكون ربما انه تكون شي حصه عريضه للفريق الاهلي ضد فريق الوداد. وصحيح الدوجي من اللاعبين اللي ما كانوش في ديك لا فورم ايديال الكبيره ديالهم في هذه المقابله، شانو شان بعض اللاعبين جعجيله في الشوط الثاني ملي دخل للميليو، لا ما بقاش لاعب اكسونتري، ما بقاش لاعب كايلي، ما بقاش لاعب كجناح، دخل كوسط الميدان. لو بوست اللي المؤهلات ديال الجعجي كتخليه يبرز فيه هو الميليو تيران، اللي كي قلنا لانه ليكسونتري تيخصو يكون رابيد، تيخصو يكون بزاف عنده لي كريتير، جعجي ما عندوش. ولكن ملي رجع لو ميليو تيران وطلع الحسوني، ولا هو لاعب بحال داك لو جيش لو نيميرو 10 ولا داك لو ميليو غوليو، شفناه برز وعطى ودوز تمريرات، عطى لي باس اونتر لي لين، عطى. المهم ما بقاش هذاك الجعجي بداك السوء اللي كان في الشوط الاول. اللاعبين ديال الوداد بقاو في المقابله، شفنا لابار اللي ضربات يحيى عطيه الله والكره اللي قد كانت مركزه. الشوط الثاني صراحه الوداد عطانا لمحات تاع فريق وعطانا لمحات تاع شخصيه بطل. صحيح، نعم، يعني تنشوفوا بان الاهداف اللي تسجلت على فريق الوداد البيضاوي كلهم اخطاء، كنا ما كناش ننتظروا يعني المباراه اللي قدمها الحارس ديال الوداد اليوم، يعني الاخطاء قاتله هي اللي منحت جوج اهداف لفريق الوداد. زكريا بالنسبه للحارس مطيع ولا ساتيسفاكسيون اللي عطاه مني خذا المشعل، ما عندنا الا نصفقوا ليه. وحنا المكونات ديال الوداد البيضاوي ما كنعتقدش انهم غادي تلحلوا مع الحارس المطيع، انا باقي تابعه المقابله ديال الاياب اللي خصو يكون فيها مركز وخصو يدخل فيها بعض المورال وخصو يحاولوا يتناسى هاد الاخطاء هادو، لانه حارس كبير تدخلوا التجربه صحيح، ولكن كيبان انه حارس متمكن من البوطو ديالو كي تنقولوا. وهادو اخطاء رغم انه تتوقع لك في مقابله نهائيه تتكون صعيب تعوض، ولكن هذا هو لو فيكو، هادشي اللي كتعطي المطيع انه يدير التجربه. ما خصناش كي تنقولوا نهبطوا عليه بالسيوفه على ظهره. الحارس مطيع كان ليه فضل كبير في مرور الوداد النهائي. خصو خص لا موتيفاسيون دابا، خص المدرب يحاول يلقى الكلمات واللي يلقى المسائل البيداغوجيه باش يشحن هاد اللاعبين باش يكونوا الافوا مشحونين ومتحمسين، ولكن كاينه ديك لا سيرينيتي، كاين ديك الطمانينه في اللعب اللي تقدر تعطيهم الانتصار في الروتور. نعم سي حمزه، فاش يعني فاش كان الوليد الركراكي هو المدرب فريق الوداد البيضاوي، يعني كانت القوه ديال الوداد من الدفاع ديالو. هاد السنه بحكم انه تغييرات ديال المدربين، يعني تنشوفوا بانه الضعف ديال الفريق الوداد من الدفاع ديالو، يعني كيفاش نشوف واش التغييرات ديال المدربين كانت سبب يعني في التكتيك، يعني التكتيك ديال كل مدرب، او انه اللاعبين ربما ما كانش التركيز ديالهم كبير، لانه تنشوفوا نفس اللاعبين اللي حققوا العصبه هما الان اللي لعبوا المباراه. شوف دابا باش الا كنا غنتحدثوا على المنظومه الدفاعيه ديال الوداد البيضاوي، صحيح كانت بعض الاخطاء الفرديه، ولكن كيف قلتي الاخ زكريا هاد اللاعبين الله منهم كل دوزو خمسه د المدربين، كله الفكر ديالو، كله الطريقه باش كيلعب. سافري اختلفوا عليهم المدربين، كل نوبه واحد اخر، ولكن هاد الاخطاء اللي كانت اليوم كانت فرديه، ولكن لو بلوك اليوم د الوداد ديفونسيف كله كانت عليه بعض علامات الاستفهام. دو يقدر يكون الفكره ديال المدرب زفان باقي ما وصلش 100% لان حتى التوقيت باش شد الفريق قل من شهرين. يعني ما يمكنش نقارنوا وليد اللي اسس واحد المنظومه اللي هو اللي اشتغل عليها لمده واحد دار اون بريباراسيون واحد السنه هو كيشتغل، خدا الثمار ديالو في الاخر، عاد ولاد الوداد اون ايكيب سوليد. وليد كنعرفوا عليه مدرب كبير وصارم تكتيكيا، ما كيخليش لي زيسباس، يعني كان عنده الوقت فين يشتغل مع الوداد. دابا الوداد كلاعبين ما يمكنش نلومهم انه وصلوا لا فينال رغم انهم بدلوا المدربين، كانوا اخطاء فرديه صحيح، نتمنى انه يتجاوزوها في هذه المقابله الجايه اللي لا يسمح فيها بالاخطاء. نعم. صراحه يعني واش تظن بانه لاعبي الوداد ولا المدرب هذه يعني نفس المنهج اللي دار الاهلي، يعني غادي ندافعوا في البدايه ديال الشوط، يعني في بدايه المباراه في الروتور،
ولا انه غادي يعني غادي يكون شويه الهدوء وغادي التكتيك هو اللي غادي يغلب على المباراه؟ شوف بالنسبه للمقابله ديال القراءه ديك يعني بالنسبه للمقابله ديال العوده ما كنعتقدش انه الاهلي غادي يتراجع ولا الوداد غادي يتراجع. انا كنقول انه غتكون المقابله مفتوحه لانه الطرفين كيقلبوا الوداد هدف واحد كيعطيها الانتصار والاهلي هاد النتيجه كتخول لها باش تفوز، ولكن لا اعتقد انه الاهلي غتجي وغياكل الدفاع ولا دار هاد القضيه غياكل العصا، لانه الوداد بالمد الهجومي ديالو بالحماس اللي غادي يضفي الجمهور كنعتقد انه غادي يتفوق بشكل كبير على الاهلي الا هو تراجع للوراء. فريق الاهلي بالتجربه الكبيره ديالو الافريقيه كي تنقولوا ريال مدريد اونتر بارونتيز لافريك ما كنعتقدش انه غادي يتراجع للوراء. اون ايكيب اللي عندها مدرب كبير وكيحاول يتادابط مع لي سيركونستانس ومع النتائج ديال المباريات. عنده كي قلنا مقابله اللي منتصر فيها هو باجي منتصر غادي يحاول يحافظ على هذا الانتصار، ولكن انا متاكد انه غادي يحافظ عليه باش انه غادي يحاول يزيد اهداف اخرى، انه باش ما سجل الفريق الاهلي باش ما غادي يجعل الوداد في مأزق وغادي يصعب عليه المقابله اكثر. الشيء اللي ما تنتمناوش ان شاء الله، تنتمناو انه فريق الوداد البيضاوي يدير مقابله كبيره والمقابلات اللي عودنا عليهم في دونور باش انه ان شاء الله اللقب يبقى في المغرب وتكون النجمه الرابعه ويكون لقب افريقيا اخر للكره المغربيه ان شاء الله. وهذاك الشيء تنتمناه بطبيعه الحال. سي حمزه شكرا لك بزاف يعني ان الوقت اللي خصصتي لنا في هذا المباشر الان وخصصتيه للمتابعين ديال قناه شوف تي في من خلال هذا التحليل اللي قدمتيه الان على القناه ديال قناه الشعب قناه شوف تي في. اذا حنا تنتمناو يعني العوده بعد اسبوع للمركب محمد الخامس او مركب الرعب كما تيقولوا جميع الفرق اللي تدخل المركب هذا، فحنا تنتمناو الحظوظ كلها تكون لصالح فريق الوداد ولما لا كما نشوفوا انه النجمه الرابعه في قميص الوداد. وقليلا نشكركم، شكرا لكم، الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تي في.